عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس، نتمنى تكونوا بخير. بزاف ديال البنات قالوا لي اسمع فين هما لي روتين، توحشنا لي روتين ديالك. اليوم غنعطيكم واحد روتين كيفاش كيدوز عندي نهار السبت. اول حاجه كنوض الصباح، كنبقاو دور من هنا دور من لهيه، راكم عارفين. كنتغداو، من بعد الغداء اوبليجي ان مالك دير لاسيست، اوبليجي ان مالك كدير لاسيست، وسلوما كتجلس هنا في هاد لا شومبر هادي كتبقى تلعب. ما كتبغيش تنعس ليا سلمى، ولكن ماشي مشكل. المهم حنا غنخرجوا حدا الباب نلعبوا شي شويه، من بعد ما نسالي الكيكه اللي غادي نصاوب نخليها تبرد. بلاتي شوفوا شنو هادي جابتها لباباها في شنو لا فالونتان. ايه ألالا جابت ليه هاد لو كوب. ما شريناهش، لقيته في الجردة. لقيته في الجردة وجابته ليه، قالت ليه بابا عيد الحب هاك. وانا راجلي شنو جاب ليا في عيد الحب؟ شنو جاب ليا؟ ها ها اللي جاب ليا والو، جاب ليا والو، ما جبت ليه والو. اصلا حنا كنصلحو، حنا خصنا الفلوس. انا جبت ليكم هذا وبقيت نصحو باش نعطي ليكم باش ما توسخوش يديكم حبيبه ديالي. المهم الا بغيتو فلاصه فالونتان ديما تلقاو هذا الشيء. ايوا ما تنساوش بقاو تقلبوا شويه في الجاردا. انا غادي نهبط دابا نصاوب الكيكه ونخرجوا. اول حاجه غنحتاج كاس ديال الزيت، كاس العنبه، كاس ديال السنيده. كنشد ديما انا القياس بكاس ديال العنبه، وكاس لارو بحال هكاك ديال الحليب، وربعة ديال البيضات. ربعة ديال البيضات حيت انا كنبغيها تكون طالعه بزاف، ممكن ديروا ثلاثه البيضات بركه الصراحه. غير انا عندي حتى المول ديال الكيكه كبير. غنبدا نطبب بهذا بالطبب الكهربائي، وممكن غير اليدوي ماشي مشكل. غنزيد جوج ديال الخمارات ديال الزا، وحده فاني، ودانون هذا كيعجبني، هذا النسمه ديالو زوينه البنات، جربوه. فاني كيعطي واحد النسمه زوينه للكيكه، بلا كاع ما ديرو فيها زعما، بلا ما يكون لا اناناس لا والو، كتعطي نكهه زوين. والطحين كما كتعرفوا انا ما كنعطيش القياس ديال الطحين حيت كنبقاها حسب الخليط. المهم عينكم ميزانكم. دابا غادي نوجد هذاك السيرو ولا هذاك الكراميل اللي غادي ندير. كنحتاج كاس ديال العنبه ديال السنيده، وربعة ديال المعالق كبار ديال الحامض. كنخليه على بوطه مهيله، وكنجي كنقطع الاناناس على هذا الشكل. هذا ممكن يكون في العلب وممكن تشريه وتصاوبيه. الكراميل ها هو وجد، غنبدا نحطو في المول. المول كيما شفتو التحتاني ما فيه والو، غير الجناب اللي فيهم الزبده والطحين. الكراميل راه دغيا كيبرد، حاولوا دغيا ايطاليوه كيولي بحال لاسيغ. وغنبدا نستف دوك القطع ديال الاناناس، واللي عندها المول ماشي هذا العادي ممكن تخلي الاناناس هكاك على شكل دائري. كنخوي الخليط ديالي ديال الكيكه وغندخلها. في الاول غنخليها غير لتحت اللي خدام، من بعد ندير فوق لتحت. ها هي بدات كتطلع، يا سلام. وها هي وجدات، واخا واحد طريه في الطاب ولكن ما كليتها. Thank you.
بغيتي بغيتي تلعبي لا بيسيكلات فين هي السبب ديال التكبيره هاد لا بيسيكلات انت هكا سلمى نعم شو ندخلو كيكا كنا مع بغداد تكون بغداد شو الشعلة مهم دابا لعبنا دابا شي شوية غتفيق مالك وغندخلو نديرو الكوتا انصومبل مهم انتوما معايا المهم سلمى صافي بدلات حالتها داك الشيء باش غنديو الكوتي ومن بعد شنو الحفاضه مالك في الكوتي كنعطيها هذا زوين غزال كتخلط بالحليب وكتقدي ديريه في البيبرون بحق انا دابا كنعطيها بالمعلقه ماما شوفي مزيان يا مقرع نعم 5 6 7 8 9 كونسنتراسيون دابا ايه بشويه يعني هادي كونسنتراسيون واحد 10 ياك 10 10 اثنان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 علاش خصنا ندورو ماما ما خصنا ندورو هنا 9 دراهم وهنا 10 دراهم 5 لا 5 دراهم 7 8 9 10 برافو هادي عجبتني خدمتيها مزيانه شنو ماما انا هذا هادشي ديال اللعبه كدير ب 8 دراهم شحال خصها شنو ماما رحنا هذا سي فاسيل هادشي يلا نحسبوا يلا دابا هادي شحال 10 شحال واحد سهله بس خصوصا انت العربية تنطلب شوية باش مي تكون نفسها تنطلب 1 2 3 ودابا غادي نوض نوجد العشاء من بعد ما قريت مع سلمى انا كيضحكني هادشي ديال الوصفات كيجيب لي راسي الله غير شوميشة المهم هنايا واحد القياس ديال الطحين يكون مزيان المهم هنا غتكون واحد 400 غرام يمكن المهم ما عبرتش انا درت غير عيني ميزاني ومعلقه ديال الخميره البنات معلقه ديال الخميره غادي نديرها في كاس ديال الماء يكون دافي كما شفتوا وغنحركها مزيان هي باش غنبقى نجمع هاد العجينه ديالي ديال البيتزا المهم انا واقيلا فايت دابا ليكم شي فيديو ديال هذا مالك الحيحه او معلقه بحال هكا ديال الملحه المهم الملحه تقدروا تنقصوا الناس اللي باغيين ينقصوا الملحه وثلاثه معالق كبار ديال زيت الزيتون ثلاثه المعالق كبار بحال هكا وكنبقى نجمع بهذاك الماء كاين اللي كيدير الزعتر انا دابا الزعتر ما كاين الزعتر شي ما
أبي أبي لي شي شوية. المهم غنبقى نجمع بالمدافي. شيماء زيديني الماء. المهم البنات صافي بحال هكا. غندير هاد بابي سولوفان نخليها واحد 10 دقائق وغنرجع ليها. ما عرف انا الصراحه درت واحد الكونتيتي زعما يجيوني جوج صغار وما نعرف. المهم غنخليها واحد 10 دقائق ونرجع لكم. هذه لاصوص البنات ما طيش تقريبا 4 وشي 3 ولا 4 ديال الثومه محكوكين. المهم غنزول بحيت مشى الحال على العشاء ما كاينش الوقت. المهم الملحه على حسب الذوق كنقول لكم ديما. انا كنموت على لاصوص طوماط تكون فيها الكمون كثير بحال هكا. تحميره البزار زيت الزيتون حتى هي راكم عارفين على حسب كل واحد. انا ما مولفه كنخدم بزاف بيدي المعالق كتجيني ماشي شي مولفه بيدي. ومعلقه ما كبيرهش ديال مطيشه الحك. وصافي غندير غير البوطه هذه ديال الضو باش تدي ليا على خاطرها حيت باقا العجينه ما درتش ليها نص طيب. المهم ها هي بصح بغي يجوني قدوني جوج كنت بغيت جوج. شوف يجوني جوج ولكن موين ما يجونيش كبار بزاف ولكن مزيانين. المهم جاوني جوج بحال هكا ماشي غير درت ليهم فرشيطه مساكن تفستهم غندخلهم دابا يديروا نص طيبه ونرجع ليكم. هذه البنات غنديروا واحد البيتزا غنديرها هكا بالفلفله فلفله حمراء فلفله خضراء. المهم على حسب قياس شيماء هدي من الماء خليني نهضر شو ميشا كتهضر. والبصله هنايا جوج بصيلات هنا واحد ثلاثه طبيوز ديال الثومه محكوكين والعطريه راكم عارفين البزار الملحه داكشي كي العاده. نسيت قزبو معدنوس شيماء شويه قزبو معدنوس وصافي وغنشحرهم. هو كاين اللي كيديرهم خضرين في البيتزا ولكن انا بغيت نشحرهم حيت كما كتشوفوا ديجا كانوا في الفريغو داكشي علاش. المهم هي بدات كتشحر ديما كنقول لكم اللي زعما كاين اللي بغيها خضراء تبقى خضراء انا لا بغيتها هكا مشحره ودرت عليها هذه الحمر كتجي يا سلام. المهم بعد ما درت ديك خضيره جات خضيره يا سلام البنات عرفتي دقتها بالخبز جات واعره. ودابا عاد غادي نبدا ندير فرماج من الفوق بحال هكا ومع راجلي ما كياكلش الخضره درت ليه وحده ديالو هو وعاد غنزوق بالزيتون ودرت ليه ديالو هو هو كيبغيها بالطون كتشوفوا درت فيها الطون كيبغيش البصله وهذا الفلفله داكشي ديالو هو درتها ليه الطون حتى هي كتجي زوينه كتجي بنينه. وفي كمان العشاء راكم عارفين كنتلفوا في العشاء ما كتعرفي ما ديري مالك باقا ما نعساتش خصها دابا تنعس نمشي دابا نعسها وحتى هي بنزوقها ليه بالزيتون. سلمى اجي شوفي كي جاب
نقولوا هم 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 المهم هذا هو النهار ديالي الصراحه يعني كاع هاد السبوسه هادو اللي انا مازال مع حماتي راني يعني هكا كندوزهم الاغلبيه ديال الاوقات كندوزهم بحال هكا. ودابا نعست مالك بنتي نعستها قبل ما نتعشاو و سلمى بقى حيت سلمى السبت والحد كتبات مع جدها ماشي السبت والحد الجمعه والسبت وكنجلس دابا كندير اتاي وكنجلس مور العشاء ضروري اتاي وكنجلس كنقوص على هاد الفراخ المعامله كي كيعاملها يا سلام شنو ما يسمح شي واحد ميت كنقوص عليهم هانتم كيوكلها كنبقى حاطه عليهم. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم ما تنساوش لي لايك وما تنساوش لي كومونتير نشوفكم ان شاء الله باي باي.